مش هينفع نحط النهارده ان صفحه النهارده يعني محطه النهارده دي غليظه يعني كبيره. مش ما جبتش ايه؟ ما ده ورق النيل من زمان تحت في ال لا ما جبتوش انت ورق النيل. اوكي اتفقنا والله خلاص مفيش مشكله. بصي يا عم يا باشا بصيت معايا اوكي. لو جيت قلت لحضرتك كده احنا هنبتدي النهارده النيل ده من صفحتين اليومين اللي دول هناخدهم في الحصه الثالثه غالبا من الليل جنتل سيستم لان دي حصه ما تبقاش طويله قوي وهناخد معاها الصفحتين الباقيين من اليومين. اوكي طب هو الميل كله اربع حصص. في ناس خدت حصه اوريدي في ناس لا ما خدتش ولا حاجه. هنبتدي النهارده هيبقى باقي كام حصه يا ولاد؟ ثلاثه. هيبقوا حصتين الاسبوع اللي جاي حصه الحد تعاد الثلاث وحصه الاربع وتعاد الخميس عادي. اوكي وهنزود حصه اكسترا نتفق عليها المره اللي جايه كلنا يوم الاحد غالبا هتبقى الخميس واحده ونص ودي تبقى الفاينل ونخلص بيها اللي هي الحصه الرابعه. اللي حضر الحصه الرابعه خلاص هم هيخلصوا عادي حد وثلاث وتتعاد اربع وخميس ويبقوا مخلصين خلاص لان يوم الاربع والخميس هدي كمان الصفحتين اللي ناقصين في اليوم اللي فخلاص كده ما يجوش تاني خلاص. اللي ما خدوش الحصه الاخيره يجوا بقى يوم الخميس واحده ونص غالبا بس لو اتفقنا خلاص على الميعاد ده ان هو اوكي وكده تبقوا مخلصين انت يوم الخميس اللي جاي باذن الله كلنا نبقى مخلصين. هيبقى تكتب مواعيد كلها مش مواعيد ما كانتش عايزه خالص زي ما انت عادي يعني مفيش حصه زياده كله ماشي عادي. في الخميس اللي جاي مش هو النهارده ده اللي جاي واحده ونص بس غالبا زياده بس لما نتفق يوم الاحد اوكي موافقين على الخميس واحده ونص ولا عندهم اعتراض؟ دي ليها عاده ثانيه بس ولا هي هتبقى بس ما خلاص اتعدت قبل كده يا حبيبي يعني هم خدوها دي ميعاد لازم كل الناس تتفق عليه لازم يبقى معاك توافق زي دستور التوافق كده يعني الناس تقعدوا تتفق لان مش هيبقى ليها عاده. ليه؟ لان هي اوريدي اتعادت وهم حضروها عدد برضه مش قليل على فكره اللي حضروها برضه فده هيبقى باقيين هيبقوا معقولين وخلاص. هو مين اصلا محتاج كام حصه اصلا؟ اربعه. خلاص؟ يلا يا جماعه نبتدي بقى اول النيل جنتل سيستم. النيل جنتل سيستم مكون من حاجه اسمها تيستس. اثنين مش واحده بس اثنين تيستيسس. جمع تيستس تيستيسس عشان تبقوا عارفين. لا من الاول خالص احنا مبتدئين عادي. بلس غير اثنين تستس تاكت سيستم مهول اساميه مبدعه كيوبيولايك تايريتي تستس وزا افرنشا وزا افرنس ابيديديس كلام مقرف قوي خلاص. تاكت سيستم طويل مش مهم نعرف اساميه دلوقتي ايه لان هتاخدها بالتفصيل المميت. طب بعد كده بلان اسوشيتد ميل جنتل سيستم اللي هم السيمينال فيزيكال والبروستيت والكوبر بلان دول كلهم اسمهم اسوشيتد بلان وانا هاخدهم برضه بالتفصيل خلاص. كل الناس اللي خدوهم في الحصه اللي هي الرابعه وبيبس ودخلوا كمان خلاص يبقى هم خلصوا في الحصه الرابعه الاسوشيتد بلان والبيبس. يبقى احنا هنقعد ندرس في ايه بقى؟ في التستس بس والتيوبيلر سيستم اللي طالع من التستس الحصتين دول. اوكي طب النهارده هنبتدي بايه؟ بالتستس. اهم واحده في المربعات دي لازم اذاكرها التستس دي عشان في اسئله ام سي كيو فيه. هو كومباوند تيبيولر بلاند التست. كلمه كومباوند تيبيولر بلاند يعني زيها زي كدني زي الليفر كي تي ام خط الليفر. طيب تاني حاجه يا جماعه بتعتبر ميكس بلاند اكسوكراين واندوكراين. اكسوكراين لان بتطلع سبير واندوكراين لان بتطلع تستوستيرون خلاص؟ احنا دلوقتي هنبتدي ندرس مين بقى؟ تيستس. سبيكتو مش بنلعب الاكسكراين ده مش لازم يبقى هرمون صح؟ اكسكراين هو الاكسكراين كان لازم يبقى هرمون؟ لا مش لازم. ما كان البنكرياس الاكسكراين بارت بتاعه هو بتاع البنكرياس يعني قصدي كده بنلعب الاكسكراين او سيلز او اي حاجه. هو الاكسكراين اصلا ما بقاش هرمون اصلا. لا قصدي مش قصدي حاجه ليها مش انزيمز او حاجه ثانيه يعني ممكن تبقى حاجه. تعالوا بقى ناخد التستس. التستس دي يا جماعه ليها قصه غريبه قوي ان هي اول ما نشات نشات في الابدومينال كافيتي ريتروفريتونيال عند البوستيريور ابدومينال وول. ريتروفريتونيال عند البوستيريور ابدومينال وول كده وبعدين ديورنج الامبريولوجي خدت بعضيها وراحت نازله في كيس. الكيس ده موجود اوتسايد الابدومينال كافيتي بره. الكيس ده اسمه سكروتم. يبقى التستس في الاول كانت قاعده جوه خدت بعض ونزلت
في السكروتا. ليه قعدت في السكروتا؟ عشان الحراره احلى، الجو انشط. هي لو قعدت في الابدومينال كافيتي درجه حرارته زي درجه حراره الجسم 37 تتسرق، مش هتشتغل كويس. فعشان التستس تشتغل كويس، عشان التستس يا جماعه تشتغل كويس لازم تروح فين؟ او السايتوسول تنزل في كيس اسمه سكروتر. الكيس اللي اسمه سكروتر ده، طب لو هي فضلت قاعده جوه الابدومينال كافيتي ما رضتش تنزل، ده حاجه بيسموها انسنتيف تستس، القصه المعلقه دي لازم يتعمل لها عمليه از ايرلي از بوسبل قبل ما تبوظ، وينزلوها بالعقل جوه السكروتر. طب لو فضلت جوه هتبوظ من الحرق. خلاص؟ طيب يبقى لو بنت ولد وعملوا له فحص لقوا مفيش، لقوا السكروتر ده فاضي من غير تستس، ما ينفعش، لازم يتعمل له عمليه وينزلوا التستس دي جوه السكروتر. خلاص؟ لو فضلت قاعده جوه ده بعد شويه لما يكبر ويوصل ممكن ما يخليش خلاص. اوكي؟ طيب لو جينا قلنا كده، هو ايه السكروتم ده؟ كيس معمول من جلد. كيس معمول من السكين، بس موديفايد سكين. ايه الموديفيكيشن اللي في السكين ده؟ نمبر 1 ان السكين ده ما تحتهوش فات. انت عارف ان الجلد بتاعنا تحت جلد، تحت جلد جسمنا ده كله في طبقه من الفات. وظيفة الفات في جلدنا ايه؟ بتعمل كعازل ما بين حرارة جسمك الداخلية والفضاء الخارجي، بمعنى ان انت حضرتك ما تروحش تقف في دنيا حر قوي فجسمك درجة حرارتك ترتفع 50 مثلا، او تقف في حتة برد قوي فدرجة حرارة جسمك تنزل تبقى 2 او 3 لو وقفت في مكان برد، ما تفضل دايما درجة حرارتك ثابتة. مين اللي بيعمل لك التصرف ده؟ طبقة سميكة من الفات المفروض تبقى موجودة، اوكي، تحت الجلد بتاعنا. طيب السكروتم ما عندوش الفات ده، دي فويد اوف فات، ما عندوش الفات. ده معناه كده يا جماعه ان ايه؟ ان الجلد ده قابل لفقد درجه الحراره بسرعه. خلاص؟ تاني حاجه، الجلد ده مزود بكميه كبيره من الغدد العرقيه اسمها اكراين سويت جلاندز. اكراين يعني نقصد بيها غدد عرقيه شبيهه او مماثله للي موجوده على سائر اعضاء الجسد بتاعنا، زي اللي موجوده في الوش وفي الرقبه كده، اسمها اكراين. لا ده كان فاكر لما خدنا السنه اللي فاتت نوعين من الجلاند، النيروكراين والابوكراين. النيروكراين اللي هي نو تشينج اوكيرنج سيل ديورنج سيكريشن، هي نفسها الاكراين. ابوكراين يعني الايبكس ديتاتش ديورنج سيكريشن، النيروكراين كان مينيمال تشينج اور نو تشينج. خلاص؟ يبقى هي سويت جلاند موجوده على جسمنا كله، برضه موجود منها على السكروب. ايه فايده السويت جلاند؟ تعرق شديد للسكروتم وبعدين ايفابوريشن، فيساعد في خفض درجه الحراره. عرق، بيعرق جامد جدا السكروتم وبالتالي يفقد الحراره بسهوله، واحنا عايزين نفقد الحراره ليه؟ عشان التستس ما تتسرقش. خلاص؟ طيب ايه كمان؟ الجلد ده بيبقى فيه رينكلينج، رينكلينج يعني تعرضات. رينكلينج كلمة رينكلينج يعني متعرض، نتيجة الأكشن بتاع مصر اسمها دارتوس مصر. دارتوس مصر. دارتوس مصر بتعمل رينكلينج للسكين. لما بتبقى حاجة ويفي أو متعرجة السيرفس اريا بتبقى أكتر شوية بتاعتها. فمعنى كده إن السيرفس اريا بتاعت السكين ده أكتر إنه يحصل منه ايفابوريشن أكتر من الطبيعي. خلاص؟ يبقى كده انا خدت ان هو موديفايد سكين وعرفت ان كل الموديفيكيشنز دي موجوده فيه. كل الحاجات دي بتخليني درجه الحراره بتاعته اقل من درجه حراره الابدومين اللي ثابت كام درجه؟ 2 او 3 درجات، بيخلي درجه حراره التستس اقل بقد ايه؟ 2 ل 3 درجات عن الابدومين الكافيتي اللي هو 37 درجه تقريبا. اوكي؟ اتفقنا؟ طيب تعالوا بقى كده يا جماعه ناخد ال طب العكس بقى، لو واحد تعرض لبرد شديد التستس تعمل ايه؟ العكس بقى، تقرب من الابدومين الكافيتي، في مصر هتشد عليها وتقربها لي قوي من الابدومين الكافيتي تديها شويه. هناخدها بعد كده، يبقى كل حاجه معروفه صح. خلاص؟ طب تعالوا نعمل كده يا جماعه التست. زيها زي اي جلاند، معموله من ايه وايه؟ ستروما وبارينكا. كلمه ستروما يعني كونكتيف تيشو. بس المره دي كونكتيف تيشو بتاع التست شكله غريب قوي. اول حاجه
فاجينالس. تيونيكا يعني طبقه. فاجينالس ده عباره عن ايه؟ تيونيكا فاجينالس ده بص كده يا جماعه، التستس وهي نازله من الابدومينال كافيتي نزلت مستعجله بسرعه، انا راح اتشد عليها حته من البروتونيوم ولفت نفسها دي ونزلت. يبقى التستس وهي نازله من الابدومينال كافيتي عملت ايه؟ لفت نفسها في حته من البروتونيوم وخدته ونزلت. يعني التستس كفرد باي بروتونيوم. ايه ده؟ بروتونيوم وهي تحت كده؟ اه بروتونيوم وهي في الشارع كده. بروتونيوم ده اسمه تيونيكا فاجينالس. اسمه ايه؟ تيونيكا فاجينالس. احنا خدنا قبل كده ان البروتونيوم معمول من كام لاير؟ اثنين. ايه هما؟ سمبل سكوين ماس ابيثيليوم اسمه ميدوثيليوم. طبقتين من السمبل سكوين ماس ابيثيليوم بينهم قطرات من الفلويد. بينهم قطرات من الايه؟ من الفلويد. اسمه سمبل سكوين ماس ابيثيليوم او ميدوثيليوم. هاتان الطبقتين يطلق عليهم الغشاء البريتوني او تيونيكا فاجينالس او ايه؟ تيونيكا فاجينالس. لو جيت قلت لك كده هو ده كده السكروتر اهو. اللير القريبه من السكروتر اسمها بارايت، واللير البعيده عن السكروتر اسمها فيسرال. اسمها ايه؟ فيسرال. يبقى القريبه من السكروتر دي اسمها ايه؟ بارايت. وفيسرال هي اللي هتبقى لازقه على التستس نفسها. خلاص؟ طب تعالوا بقى نشوف اللير الثانيه. اللير الثانيه اللي انا رسمها بالازرق دي طبقه سميكه اسمها تيونيكا تيونيكا البوجينيا. تيونيكا البوجينيا خدناها فين؟ في البينس. لما خدنا البينس خدنا كده كان في ثلاثه تيونيكا البوجينيا. طيب يبقى تيونيكا البوجينيا، كلمه تيونيكا البوجينيا ما واحده حوالين كل واحده من الكوربوره وواحده حوالين كوربس سبونجيوزا، كوربس كافيرنوزا وكوربس سبونجيوزا. طيب يبقى ده كده يا جماعه دي اسمها تيونيكا البوجينيا. كلمه تيونيكا يعني طبقه، وكلمه البيو يعني ابيض. يبقى تيونيكا البوجينيا هي طبقه بيضاء معموله من دنس كونكتيف تيشو. دنس كونكتيف تيشو مليان كولاجين. شايفين التيونيكا البوجينيا تيجي تدخل قوي ناحيه البوستيريور وول. تيونيكا فاجينالس عبارة عن ايه؟
حته من البريتونيوم معموله اكتر من دولين، فيسرال لير وبارينتال لير. فيسرال دايما اللي بنقول عليها اللي لاصقه على الاورجن نفسه، مش كده سميتها انا فيسرال. كلمه فيسرال لير اللي دايما بتبقى ملاصقه للاورجن، خلاص. طب وطبقه ثانيه بارينتال ما بين الطبقتين في فلويد، والطبقتين مبطنين بسيمبل سويم سيكتيريال سيلز او ميزوسيل. طبقه سميكه من الكونكتيف تيشو لونها ابيض اسمها تيونيكا البوجين، عباره عن دنس وايت كونكتيف تيشو، خلاص. طيب والطبقه وتبقى عند البوستيريور وول واسميها ميدياسباينم تيستس. الميدياسباينم تيستس يطلع منه 6 او ترابيكي، بيتقسمها لي كام كومبارتمنت؟ 250 كومبارتمنت او يقولوا عليها تيستيكيولار لوبيولز، خلاص. تيونيكا فاسكيلوزا عباره عن طبقه من كونكتيف تيشو لوز لاين كونكتيف تيشو فاسكيلار كونكتيف تيشو، عامل لايننج الطبقه اللي هي تيونيكا ابوجينيا وكمان الستة او ترابيكي لوبيولز، خلاص. تمام. طيب تعالوا بقى، انا كده خلصت مين؟ اختلفت بين الاثنين. ما يقدش شيء، لا ربنا عامل كده، هنعمل ايه؟ ما يقدش ان شاء الله الخير، ماشي، كله خير.
طيب يبقى لو ليك سألت حضرتك كده تعالوا بقى ندرس أول حاجة مين سيمينات رستيبيول. سيمينات بقى على حق ربنا طولها السيمينات رستيبيول قد كده يمكن نص متر. والله بتاع 40 سم كده مثلا، يعني 40 سم دي لو شفت المسطره تلاقي حضرتك محتاج مسطره اللي هي 30 سم وعليها 10 سم، يعني تجيب بقى نص متر كده حلو، وده ان شاء الله طول السمنات دي اول حاجه تاخدها في الريسيرش كده. ايه؟ اول حاجه اول حاجه بالسم. اول حاجه تاخدها بالتعود ده. لكن الدايمتر بتاعها حاجات الدايمتر بتاعها 150 ل 250 مايكرون. يعني الانبوبه دي طولها عامل بالظبط زي الايه؟ فاكرة فعلا فاكرة الواحدة طولها كام؟ 40 سم وعرضها 150 ل 250 مايكرون. المايكرون ده بقسله فعلا فتلة فتلة كده خلاص؟ يبقى الأنبوبة طولها عرضها عاملة زي ايه؟ كأنها بالظبط فتلة طويلة خالص الأنبوبة كده. طب ازاي عرفت تدخل كل الفتل دي الطويلة حاجة بنص متر؟ دخلناه زي جوه التستس اللي قعدناها جوه السكوتر، عملنا لها كويلين او كونفليوشن، عشان كده نقدر نقول عليها هي هايلي كونفليوتد تيبيول. عشان كده هي يا جماعه هايلي كونفليوتد تيبيول. هايلي، شايفين كلمه هايلي دي؟ انا معجبه بيها قوي. خلاص؟ معجبه بيها جدا. اسمها ايه؟ هايلي كونفليوتد تيبيول. وسبحان من خلق. فعلا والله عجائب. تقرا والله تقرا، لازم تؤمن ان لازم لازم خلاص. تخيل ان السيمينات ريستيبيولز دي بعد كل ده عرضها او الديمتر بتاعها، انت بتكلمي على الجهات ليه؟ على ست الكل اللي بتقعد هنا معانا اسمها ايه؟ حبيبة من بارك عليك في الجاكيت. لا الجاكيت بتاعي لا شوفي الطلبة لا اوكي ما علينا. يبقى لو انا جيت سألت حضرتك كده السيمينتر سيديول الدايمتر بتاعها 250 او 150 مايكرو، وبعد كل ده مبطنة من الداخل بصفوف من الخلايا فوق بعضها البعض 250 مايكرو مبطنه من جوه بايه؟ بستراتيفايد ايبيثيليوم. يعني تفتح الانبوبه تلاقيها مبطنه من جوه بستراتيفايد ايبيثيليوم تمام. طب اذا الرسمه ده حته من مقطع عرضي من انبوبه من الانابيب دي، يعني خدت لك واحده كده قطعناها عشان نشوف جواها في ايه؟ اهي واتفرجنا عليها كده، لقينا جواها لايننج ايه؟ ستراتيفايد ايبيثيليوم. السنة اللي فاتت خدت استراتيفايد ايبيثيليوم ايه؟ نوع استراتيفايد سكويد كولامنر ومش عارف حاجات شبه كده خلاص؟ النهارده اقول لك ده سبيشال تايب اوف استراتيفايد ايبيثيليوم. ايه السبيشال تايب ده؟ ان اللايننج بتاعه سبرماتوجينيك سيلز، اللايننج بتاعه اسمه ايه؟ سبرماتوجينيك. اسمها ايه؟ سبرماتوجينيك، يعني هو استراتيفايد لان خلايا فوق بعضيها ببعض. امال هو اكشولي عباره عن اني نوع من الابيثيليوم؟ لا ده مش ابيثيليوم من اللي احنا متعودين عليه، لا دول اسمهم ايه الخلايا؟ سبرماتوجينيك سيلز. اسمهم ايه؟ يبقى كل الخلايا الاخضر دي اسمها ايه؟ سبرماتوجينيك. اسمها ايه؟ خلاص انت فاهم عشان الشكل بس الشكل. هي خلايا اصفر فوق بعضها البعض. طب وجنبيهم ست الكل اللي لونها اصفر دي اسمها سيرتولي. اسمها ايه؟ سيرتولي. من هي السيرتولي سيرتولي؟ هي من رابطه وتبلعت نيرسينج سيل. من احب الاستروماتوجينيك سيل هي ايه يا جماعه؟ هي الخليه اللي بتحب الاستروماتوجينيك سيلز، بتاكلها وتشربها وتغذيها وتعشيها وتغير لها ويعني وتحميها تكب عليها ميه كل حاجه. يبقى السيرتولي سيل دي هي بتشتغل لها كايه؟ نيرسينج سيل. هي ايه؟ يعني الخلايا الحاضنه دي تحضن. اوكي اتفقنا؟ طب تعالوا بقى كده يا جماعه، لو انا جيت سالت حضرتك كده يوجد حكمان حوالين السيمينيفرس تبيول من الخارج كلهم طالما اتفقنا ان هم الاستراتيفايد ايبيثيليوم قاعدين على الخط ده اسمه بيزمنت ميمبرين، كلير بيزمنت ميمبرين. كلير يعني سميك. كلير يعني سميك. قاعدين على كلير بيزمنت ميمبرين. طب وحواليها خلايا شبه العضلات اسمها مايويد سيلز.
اكشن عشان تخلي السبيرم بعد ما يتكون جوه الانبوبه يمشي تدفعه. خلاص. طب تعالوا بقى ناخد الخلايا دول اسمهم ايه؟ دول سبرماتوجينيك سيلز. اسمهم ايه؟ سبرماتوجينيك. من اساميهم كده هي خلايا زبون السبيرم اللي تعمل ايه من السبيرم. يعني هم مهمين جدا جوه التستس. ليه؟ لان يعني دول يا جماعه في النهايه هم اللي هيبقى اسمهم في الاخر ايه؟ سبيرم. اوكي فاهمه. طب تعالوا ناخد اول واحده. اول واحده دي اسمها ايه اللي قاعده على القاعده خالص دي؟ سبرماتوجونيا. اسمها ايه؟ سبرماتوجونيا. اسمها سبرماتو ايه؟ جونيا. هي خليه الدايمتر بتاعها تقريبا 12 مايكرو. تقريبا كام يا جماعه؟ 12 مايكرو. اوكي. بس بصوا بقى عشان نعرف نحفظ السبرماتوجونيا دي. احنا دلوقتي كنا ناخد الابيثيليوم ده. هناخد الابيثيليوم اللي جوه ده. اول واحده سبرماتوجونيا. اول واحده في السبرماتوجونيا اسمها دار سبرماتوجونيا ايه؟ اسمها ايه؟ دار سبرماتوجونيا ايه؟ اسمها ايه؟ دار سبرماتوجونيا ايه؟ او تايب ايه سبرماتوجونيا؟ دارك. دارك يعني ايه؟ هي خليه ليها نواة مستتيرة والنواة بتاعتها غامقة. غامقة لاحتوائها على الهيتيروكروماتين. غامقة لاحتوائها على ايه؟ برغم ان النواة غامقة لكن لسه باين فيها مين؟ 1 or 2 نيوكليولار. باين فيها ايه؟ 1 or 2 نيوكليولار. هذه الخلية اللي هي دارك ايه؟ تنقسم بالميتوزيس وتعطي خلية شبيهة تماماً ليها اسمها ايه؟ برضو دارك ايه؟ خلاص؟ وتعطي في نفس الوقت خلايا أخرى اسمها بيل ايه؟ اسمها ايه؟ بيل ايه؟ يبقى هي لما تنقسم بالميتوزيس بتدي ايه؟ بعض الخلايا تظل اسمها دارك ايه؟ وبعض الخلايا بتتحول الى نوع اسمه ايه؟ بيل ايه. اسمه ايه؟ بيل ايه. لو جيت قلت لك كده خليه النواه بتاعتها بيل وخليه النواه بتاعتها دارك تفتكر مين فيهم الاكثر نشاطا؟ البيل. طب هو انا فرق الاجزاء بين دارك ايه ودارك ايه؟ لا ما اتفرقش ولا حاجه. هي. طب تعالى شويه يا جماعه ايه اللي يحصل؟ الدارك ايه لما تيجي تنقسم تاني تعمل ايه؟ تدي بعض الخلايا تفضل اسمها ايه؟ دارك. وتدي بعض الخلايا تبقى اسمها ايه؟ بيل. يعني الدارك ما بتخلصش. صح كده. يعني الدارك ايه دي معناها ان هي ايه اللي بيحصل لها؟ ما بتخلصش مدى الحياه. يبقى لو جيت قلت لك مين الستام سيل الاساسيه؟ دارك ايه. دارك ايه؟ ما بتخلصش خالص لان كل مره بننفصل. هي بمعنى كده يا جماعه واحد خلف 10 عيال خمسه منهم يفضلوا زي ما هم والخمسه التانيين ينشطوا ويعملوا حاجات ويشتغلوا حاجات. الخمسه دول وظيفتهم ايه؟ كل واحد يصحى يخلف هو كمان 10 عيال. خمسه منهم يفضلوا اسمهم برضو دارك ايه والخمسه التانيين وشويه تانيين يبتدوا اكتيفيت يبقوا اكتف ويبقوا نشطين. يعني معنى كده ان الست دي اللي اسمها دارك ايه كل شويه تخلف اثنين، واحده منهم كسلانه وحشه وواحده نشيطه، واحده كسلانه وحشه وواحده نشيطه. الكسلانه الوحشه دي تفضل تشتغل طول عمرها كايه؟ كستام سيل او خلايا جذعيه. طيب اما الخلايا اللي اسمها فيل ايه تعمل ايه؟ تنقسم هي كمان مره ثانيه بالميتوزيس وتعطي خلايا اسمها تايب بي لينفوس تايب بي سبرماتوجونيا. اسمها ايه؟ بي سبرماتوجونيا تايب بي. خلاص؟ اتفقنا؟ طيب يبقى ايه اللي انا فهمته من القصه دي؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ الدارك ايه كل شويه تنقسم تدي نوعين من الخلايا، ايه هما؟ دارك ايه زيها وبتيل ايه. الدارك ايه دي بتعتبر كستام سيل، يعني ايه ستام سيل؟ تظل كخلايا جذعيه. اما البيل ايه سايكلينج سيلز، يعني ايه سايكلينج سيلز؟ تنقسم وتتحور لتتحول للخليه التاليه. تنقسم وتتحور، تنقسم يعني تعطي بالميتوزيس وتتحور يعني ديفرنشيت عشان تعطي ما بعدها من الخلايا، بعدها من الخلايا اسمها تايب بي سبرماتوجونيا. اوكي اتفقنا؟ طب لو انا جيت سالت حضرتك كده عرفت ان هي
بتخش ليه؟ الاوفا دي بتخلص عند سن معين خلاص، ما فيش عندهم الديفيجن ما فيش عند سن 45 50 سنه. اوكي طيب، يبقى لو جيت سالت حضرتك كده يبقى عرفنا ليه حتى لو راجل كبير قوي في السن ممكن يخلف عنده دارك ايه. وجدوا حاجه غريبه قوي قوي قوي، الاسبرماتوجونيا بكافه انواعها سبحان الله بتريزيست كل انواع التوكسيستي، يعني بتريزيست حاجات كتير قوي، بتتقاوم بشده حاجات كتير ياما ما بتتقصرش. طبعا الا بقى لو حضرتك بهدلت الدنيا بقى، ناس بتشرب سجاير بكميه رهيبه، ناس تعرض لاشعاع. واجد على فكره السجاير من اكثر الحاجات المضره للدارك ايه اسبرماتوجونيا سبحان الله. خلاص، يبقى السجاير والتوكسيستي والكيموثيرابي ممكن من الحاجات، حتى الكيموثيرابي سبحان الله قال لك بتقف الدارك ايه اجانب الكيموثيرابي. تخيل الاشعاع بقى، بس ايه كل ما ممكن كل ما تزيد اكتر، كل ما تزيد بقى اكتر كل ما تقدر تغمضيها خالص ولا ايه؟ بس سبحان الله احنا عملنا تجربه على دواء اسمه سيسبلاتين، ده بيستخدم في الكيموثيرابي قوي جدا. الدارك ايه تفضل عايشه، كلهم يموتوا ويتبهدلوا وهي تفضل عايشه، وتصلح التست الثاني من الاول وجديد ويخلفوا بعد كده. عشان كده اللي بياخدوا كيموثيرابي بعد سنه او اثنين لما يبتدي يحصل ريجنريشن للتستس يمكن يرجعوا يخلفوا تاني. اللي بيخليها ما تتأثرش عند ربنا تاني؟ لا تمثل تاني أو تاني ما تتأثرش، ما لا يعني ايه دي ليه بالذات كده سبحان الله. يعني حتى لما ناخدها للبلاد تيست سبيري يقولوا دي اوتسايد البلاد تيست سبيري ما تتأثرش. في كلمة عندكم مكتوبة بيزا كومبارتمنت كده سيبوها، لأن مش أنا لو مش راحة دلوقتي دكتور. نعم، هل ممكن في حاجة بس قول خلي الدارك ايه دي تطلع مثلا حاجه غير ما تطلعش الدارك ايه تاني؟ ما لو حصل كده ده بني ادم مش هيخاف. وايوه ايه امتى يحصل ده كده؟ هو لو حصل مرض مرض اسمه ايه؟ يعني بس هي ممكن تتحطم خالص ما تخلفش خالص. لا بس انا قصدي في حاجه كده ممكن مره الدارك ايه المفروض ان هي تخلف النوعين. خلاص؟ هي مش هتخلف النوعين عشان تبقوا فاهمين، هو الميتوزيس بياخدوا معاه خليتين شبه بعض، بس واحده تبقى اكتف بعد كده وواحده ما تبقاش اكتف. خلاص طيب تعالوا بقى ناخد يا جماعه كده، احنا اخر خليه وصلنا لها ايه؟ بي. هو كل الانقسامات دي انقسام بالايه؟ بالميتوزيس العادي خالص. يعني كل الخلايا دي جواها كام كروموزوم؟ 46 كروموزوم عادي خالص زي الخلايا الجسديه. ما انا قلت انا ما اعرفش الكتاب كده واعترضنا عليها قبل كده، بس بيقول لك ان الهيتيرو كروماتين ما بيبقاش كثيف قوي لدرجه ان فعلا بنشوفه. يعني سالتهم قالوا لي كده. خلاص؟ طيب يبقى لو جيت قلت لحضرتك كده يبقى احنا كل الخلايا دي بتنقسم بقى نوع من الانقسام مايتوزيس. يعني ايه مايتوزيس بقى؟ نفس العدد من الكروموزوم. تبتدي تضطر تايب بي تتحول لخليه اسمها سبرماتوسايت. اسمها ايه؟ اول واحده في السبرماتوسايت اسمها برايمري، اكتر واحده تحبها، والثانيه سكندري تكره. ليه؟ برايمري سبرماتوسايت ذا لارجست وان، اكبر واحده، وهي اول من تبدا البرايمري سبرماتوسايت، اول من تبدا الفيرست مايتيك ديفيجن. اول من تبدا مين؟ فيرست مايتيك ديفيجن. يعني ايه فيرست مايتيك ديفيجن؟ تدخل في الانقسام الميوزي الاول، تدخل في الانقسام الميوزي الايه؟ الاول. ايه ده؟ يعني اول مره نبتدي نقول في الانقسام اسمه ايه؟ مايوزيس. اسمه ايه؟ مايوزيس. بتقعد في البروفيز او فيرست مايتيك ديفيجن حوالي 22 يوم. تفضل قاعده في البروفيز او فيرست مايتيك ديفيجن كام؟ 22 يوم. ده معنى كده ان انت كل ما تيجي تشرح تستس تلاقي مين اللي واضحه قدامك كده وكبيره؟ برايمري سبرماتوسايت. ليه؟ حجمها كبير وبتقعد مرحله كبيره في الفيرست مايتيك ديفيجن. بتقعد كام يوم؟ 22. في البروفيز بتاعه لوحده 22 يوم. هو الفيرست مايتيك ديفيجن عباره عن ايه؟ بروفيز، ميتا فيز، انا فيز، تيلو فيز. هي قاعده في البروفيز لوحده كام يوم؟ 22 يوم. يعني ايه؟ يعني دايما هنلاقيها واضحه كبيره في التستس، ودايما يا جماعه ايه شغاله من الانقسامات. طب لو جيت سالت حضرتك كده، لو انا قلت لك كده هي قاعده في البروفيز اوف ذا فيرست مايتيك ديفيجن 22 يوم، وبعدين هتدخل ميتا فيز، وبعدين تدخل انا فيز، وبعدين تدخل تيلو فيز، يعني في النهايه هي تكمل كل ايه؟ الاربع مراحل بتاعت الميوزس الاولاني.
طب لو جيت سالتك كده الكروموزومز اللي جنبيها النيوكليس اللي جواها سوري النيوكليس جواها من النوع الكوندنسد ولا من النوع التيل ولا ايه؟ قال لك غريبه جدا. بصوا كده النيوكليس بتاعتها مره الاقي كروموزومز في البروفيز الاقيها عامله كده، مره الاقي كروموزومز في الميتافيز اللي هم كانوا بيبقوا عاملين كده دول، ومره الاقي كروموزومز في الانافيز اللي هم عاملين كده. ايه ده؟ يعني الكروموزومز فيها كمان فيها different stages of coiling و different stages of division. نعدي بكل مراحل السيل ديفيجن لما نيجي نبص عليها، لا مره تلاقيها الكروموزومز مكعبله كده قوي لانها في البروفيز الكروموزومز جايه على بعضيها كده فباينه كوندنس، ومره نلاقيهم لا ابتدوا يتفرقوا عن بعض كده لان عدت في المراحل اللي بعديها. يسموا دي different stages of ايه او مناظر مختلفه للكويلنج بتاعت الكروموزوم لانها تعدي على كل مراحل الفيرست مايتوتيك ديفيجن بروفيز ميتافيز انافيز تيلوفيز. خلاص. طب يبقى البرايمري سبرماتوسايت هنحبها ليه؟ اكبرهم حجما 18 مايكرون ان دايمتر. طب وتاني حاجه هي اول ما تبدا الميوسيس تدخل في انقسام اسمه ايه؟ فيرست مايتوتيك ديفيجن. ويا جماعه الاقي فيها الكروموزومات في اي مرحله؟ كل المراحل بتاعه البروفيز الاولاني اللي هو الميتافيز انافيز تيلوفيز. طب وبعدين تخلص يا جماعه هذا الانقسام الميوزي الاول، خدنا قبل كده ان في ما بين الميوزيس 1 والميوزيس 2 مرحله استراحه اسمها انترفيز. اسمها ايه؟ انترفيز. الانترفيز ده مده قليله جدا، مده قليله قوي. طب وبعدين الخليه بعد كده تبقى اسمها سكندري سبرماتوسايت. تبقى اسمها ايه؟ سكندري. اسمها ايه؟ سكندري سبرماتوسايت. السكندري سبرماتوسايت العكس تماما، انا قلت دي كانت كبيره يبقى الثانيه دي صغيره. قلت لك دي دائما نراها في السكشنز بتاعت التستس لان بتقعد ايه؟ بروفيز 1 22 يوم بعدين تكمل ميتافيز وانافيز وتيلوفيز. دي هتكروت لك كل المراحل بتاعت السكند مايتوز ديفيجن كلهم على بعض كده تكون مكروتهم لك في كام ساعه. خلاص. قلت لك بروفيز 2 ميتافيز 2 انافيز 2 تيلوفيز 2 تكملهم لك كده على بعض كلهم كام ساعه وخلاص. ولما تنهي هذا الانقسام تتحول الى الخليه التاليه ليها المسمى بسبرماتيد. مسمى بايه؟ بسبرماتيد. قال لك عشان كده السكندري سبرماتوسايت لا ترى في التستيكيولر سكشن، دايما ما بنشوفهاش. يبقى عمر ما يجي لك امتحان ده تشوف تكتب على خليه سكندري سبرماتوسايت ابدا. ليه؟ صغيره. تاني حاجه وانس ابتدت الفرق السكند مايتوتيك ديفيجن تنهيه كله وذان اوز، تخلصوا كله ايه؟ وذان اوز. ولما تخلصوا تتحول الى خليه اخرى تسمى سبرماتيد. اسمها ايه؟ سبرماتيد. يبقى ايه الفرق بين البرايمري سبرماتوسايت والسكندري سبرماتوسايت؟ دي لارجست سيل ودي سمول سيل. دي فيرست مايتوتيك ديفيجن وانهيته كله، ودي سكند مايتوتيك ديفيجن وانهيته. طب دي جواها كروموزومز شكلهم عاملين ازاي؟ different stages او عاملين اشكال مختلفه من الكويل. اما الثانيه يا جماعه لا نراها دائما. ليه؟ لانها بتبدا وتنهي هذا الانقسام في مرحله قصيره. طب واذا ما رايتها تلاقي جواها كروموزوم 22 كروموزوم زائد اكس او 22 كروموزوم زائد واي، يعني جواها كم كروموزوم؟ 23. ليه؟ لانها هي اللي بتنهي مين؟ السكند مايتوتيك ديفيجن. هي اللي بتنهي مين؟ سكند مايتوتيك ديفيجن. يبقى لو شفناها يبقى جواها كم كروموزوم؟ 22 اكس او 22 واي كروموزوم. اوكي؟ اتفقنا؟ مش مصاب بس البرايمر كان بيبقى دي لسه فيها فيرست مايتوتيك ديفيجن. ده بيخلي ان هم لسه 46. انا صراحه مش فاكرها من الجزء اللي احنا خدناه قبل كده. هي اول ما يبقى خلاص انقسمت وتتحول لخليه فيها 23 هيبقى اسمها سكندري سبرماتوسايت، خلاص ما تبقاش اسمها برايمر. لكن طول ما هي ماشيه في المراحل بروفيز ميتافيز انافيز خلاص بقى تيلوفيز وانقسمت لخليتين، خلاص ما بقتش اسمها برايمري، اللي بقت اسمها ايه؟ سكندري، وبعدد الكروموزومز اللي جواها 23 بس كده. خلاص؟ طيب يبقى لو جيت قلت لحضرتك كده يبقى دي اول واحده اسمها ايه؟ برايمري، والثانيه اسمها ايه؟ سكندري. مين الكبيره؟ برايمري. مين الصغيره؟ سكندري. مين اللي بنشوفها كتير؟ برايمري. مين اللي ما بنشوفهاش خالص؟ سكندري. مين يا جماعه اللي جواها كروموزومز في ديفرنت ستيجز اوف كوين؟ مين اللي حتى مش هتشوف الكروموزوم تلحق تشوفهم؟ سكندري، لان بتنهي كل سكند مايتوتيك ديفيجن بسرعه. طيب لو حاولنا ندور على عدد الكروموزومز في السكندري نلاقيهم كام؟ 23 كروموزوم. خلاص؟ فانا؟ طيب تعالوا بقى تتحول بعد كده لخليه اسمها ايه؟
اسمها هيبرا. تعالوا بقى نبتدي السبرماتيد، خلينا صغيره جدا قرب النيومن. هي دي، هي دي السبرماتيد. السبير طوله 55-60 مايكرو، 55-60 مايكرو، معمول من هيد رأس وتين ودين. تعالوا نشوف الهيد بتاعته. الهيد بتاعته عبارة عن النيوكليس بتاعت السبرماتيد. النيوكليس بتاعت الايه؟ السبرماتيد بقت فلاتن مفتحة. هي دي اللي عملت له المين بارت اوف ذا هيد. وعليها كاب، كاب الكاب ده اسمه اكروزوم الكاب، لابس كاب على دماغه. الكاب ده على فكره جواه انزيمات. الانزيمات دي بتساعد ايه؟ ان السبير يبنتريت الاوفا عن طريق ان هي بتدجست الجول اوف ذا اوفا. خلاص؟ طب يبقى انا كده عرفت يا جماعه حاجه. قلت كده ان السبير ليه هاد، والهاد بتاعته دي ما هي الايه؟ معمولة مني من النيوكليس بتاعت الاسبرماتيد بقت مبططة فلاتن. وعليها ايه؟ كاب. الكاب ده اسمه اكروزوم الكاب. غني بايه؟ الكاب ده جواه انزيمات، الانزيمات دي بتساعد في البنتريشن اوف ذا ايه؟ اوفر. طب هيلانيك اسيد هو اللي كان على الاوفر سايد تقريبا. اه ده عنده هايلورونيز. طيب تعالوا بقى كده يا جماعه، ده الهيد كده بتاع الاسبير. الهيد تقريبا 5 مايكرو. عنده التيل بقى، التيل اوله نك رقبه. الرقبه دي معموله من السنتريول. احنا كنا خدنا زمان ان الخليه فيها كام سنتريول؟ 2. واقفين كده الرقبة. انا هاخد السنتريول اللي واقف عادل ده اللي عدوه الكلام. فاكرين السنة اللي خدنا ان السنتريول بيعمل من كام مايكرو تيوب؟ 27 مايكرو تيوب ارينج ال 9 بابل. وان السنتريول ده ممكن يعمل حاجة اسمها اكسونيم او يعمل كمان الفلاجيلا. خلاص بصوا كده يا جماعة، من السنتريول ده يبتدي يطلع حاجة كده اسمها اكسونيم. يبقى الدلتا اسمه ايه؟ اكسونيم. اسمه ايه؟ اكسونيم. وكلمه اكسونين هي اللي نقصد بيها برضو الايه؟ الفلاجيلا. الاكسونين ده معمول من كام مايكرو تيوب؟ 20. خدنا السنه اللي فاتت فاكرين كانوا بيبقوا مرصوصين كده بريفرال 9 دافلتس و 2 سنترال سينجلتس. فاكرين كنا بناخده كده. يبقى ده تركيب الاكسونين.
بيبقى حواليها الخطوط اللي انا رسمها دي اسمها fibrous sheath، عبارة عن fibers to support the axoneme and protect the axoneme. طب وحواليها كمان mitochondria. خلاص؟ أسمي الحتة دي middle piece أو mid piece. دي تقريبا 5 مايكرو. النسب معلش في الرسمه طالعه ضربه شويه بس معلش. وبعدين يبتدي يختفي الميتوكوندريا شيف ويبقى بس الاكسونين سبورتد بايه؟ بسبورتنج فايبرز دي، واسميه ده البرنسبل بيس. ده طوله 40 مايكرو. طب وبعدين ايه اللي اختفى تاني؟ الفايبرز شيف. والحتة اللي في الاخر دي اسمها الاند بيس وطولها من 5 ل 10 مايكرو. اجمعهم كده بقى 40 و10 وفي الاخر يا اما من 5 ل 10 تقريبا افريج اللي هو اوكي. تمام ده التقسيم. اول حاجه الهيد بتاعتنا كام؟ 5 مايكرو. الهيد بتاعتنا دي عباره عن يا جماعه النيوكليوس بتاعت السبرماتيد وبقت فلاتد وعليها اكروزوم الكاب. الرقبه عباره عن ايه الرقبه دي؟ السنتريول بس. الرقبه هناك سنتريول. هو احنا عندنا اكشولي في الخليه تو سنتريولز، واحد منهم واقف كده والتاني واقف عمودي عليه. اللي واقف كده ده يبدا في عمل الانبوبه الطويله دي اللي اسمها الاكسونيم. خلاص؟ اول جزء اكسونيم وحواليه dense fibers connect fibers اسمها dense supporting fibers دول وحواليها mitochondrial sheath. اسمي المنطقه دي mid piece او middle piece. الميدل بيس دي طولها تقريبا 5 مايكرو. كل ما احنا نازلين لتحت كل مره اخفي حاجه طبق من بره. بعد كده هشيل مين؟ mitochondria. تبقى مغطيه بايه؟ اكسونين وفايبرز بس واسميها principal piece. طولها تقريبا 40 مايكرو. طب لما ننزل لتحت اشيل مين؟ السبورتنج فايبر واخليها بس عباره عن ايه؟ اكسونين بس وتبقى اسمها اند بيس. لو انا جيت سالت حضرتك كده مين منطقه من دول مسؤوله عن بدء الحركه بتاع السبير؟ الميدل بيس. الميدل بيس ليه؟ طب كل الحاجات دي عشان ما تتدلقش اكيد محاطه بايه؟ سايتوبلازم وسيلمنتيك. كل الحاجات دي حواليها شويه سيتوبلازم وحواليها ايه؟ سيلمنتيك.